نكمل كلام خلاص خلاص بتكلم بدأنا كلام بدأنا شرح دي سيكشن واحدة ونص مش عايزين كلام. القصة اللي فاتت بدأنا نتكلم على موضوع اسمه البلاد جلوكوز هوميوستيزيس. في ناس بتقولها بلاد جلوكوز هوميوستيزيس مش هتفرق كتير يقولوا زي ما يقولوا. المهم يعني ايه؟ يعني بحافظ على الجلوكوز بتاعي الطبيعي ازاي؟ 70 ل 110 لو انا صايم او لو انا فاطر ما بعديش ال 140. ازاي بعمل كده؟ هو ده كان موضوع اسمه بلاد جلوكوز هوميوستيزيس. خدنا المره اللي فاتت الهرمونات بتعمل ايه في الجلوكوز. خدنا المره اللي فاتت الانستوليك ريجوليشن والكوفرت موديفيكيشن. النهارده فاضل عنوان بس اسمه السبيسيفيك اورجان ريجوليشن. والكلام ده يا جماعه برضو كلام قديم عايزين نخلصه عشان ندخل على موضوع مهم. يعني ايه سبيسيفيك اورجان؟ هو يا جماعه انا خدت قبل كده الجلايكوجين ميتابوليزم كان بيحصل فين؟ يعني ببني جلايكوجين او بكسر جلايكوجين فين؟ الليفر والمصفى. جلوكونيوجينيسيس بتحصل فين؟ قال لي في الليفر وفي الكدن. الجلايكوليز بتحصل فين؟ في كل مكان في جسمك. هو هنا بيتكلم على نفس الموضوع ديت بس بالعكس. يعني جه يقول لي رقم واحد في الاورجانز اسمه الليفر. الليفر هيعمل ايه في الجلوكوز؟ يعني لو انا صايم، لو انا فاست، الجلوكوز ايه دوره؟ او سوري الليفر ايه دوره؟ لو انا واكل فد برضه الليفر ايه دوره؟ هيعمل ايه في الجلوكوز؟ هيزوده ولا هيقلله؟ حد بس اقفل الباب ده. اقفل الباب بكرسي كده يا دكتوره. فاست وفيت. بيقول الليفر لو انا صايم وظيفتي ايه كليفر؟ ازود الجلوكوز في الدم. ازاي؟ ما انا عارف يا جماعه ان الليفر جواه جلايكوجين، ابدا اكسره وبالتالي اطلع جلوكوز ارميه في الدم اعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليز. ليه؟ ما انا صايم وكده كده الليفر مسؤول عن الجلايكوجين ميتابوليزم، كسر الجلايكوجين طلع جلوكوز ظبط السكر في الدم. واحد اتنين. طب افترض بقى ان الليفر طلع خد الجلايكوجين كسره وطلع جلوكوز، الجلايكوجين خلص يقوم يعمل ايه؟ جلوكو نيوجينيس. اهو بنقول حاجه جديده يا جماعه بيلم الكلام القديم برضه. طب في الفد لو انا صايم لو انا واكل وعندي جلوكوز كتير قوي في دمي اعمل فيه ايه؟ خده وابني منه جلايكوجين، يعني هعمل حاجه اسمها جلايكوجينيس. طب لو في واحد بياكل كتير بياكل كربوهيدرات كتير جسمي يعمل ايه؟ قال لي هياخد الكربوهيدرات دوت الجزء اللي هو عايزه يكسره ويطلع منه طاقه يستفيد منه. طب والجزء الثاني؟ ارميه في الشارع ولا اخزنه؟ اخزنه في صوره دهون. قال لي الليفر ممكن يعمل لايبوجينيسيس. هو يا جماعه الليفر ممكن اخزن فيه دهون؟ اه. هو مش في مرض اسمه فاتي ليفر؟ يعني ايه فاتي ليفر؟ قال لي بزود الدهون اللي جوه الليفر، هو طبعا ليها رقم معين، انا زودت الدهون دي اكتر من اللازم، عملت فاتي ليفر. عايز بس اثبت لك ان الليفر ممكن يخزن دهون جوه. طبيعي. يبقى اذا يا جماعه اهو كده الليفر خلص. بيقول لو انت صايم هتعمل ايه؟ فاطر هتعمل ايه؟ الكلام ده ممكن يتالف. انت اعرف بس ان في ليفر وانا صايم. هعمل ايه؟ هزود جلوكوز. اجيبه منين؟ كليفر هكسر جلايكوجين. خلص اعمل جلوكونيوجينيس. طب انت واكل عندك جلوكوز كتير، خلاص اعمل جلايكوجين. او اعمل ليمت لو انت عندك الجلوكوز اكتر من اللازم. خلص الكلام. هذا الليفر. رقم اثنين المصل. على فكره يا جماعه المصل يعني انا مش عايز امسك لاني هكتب نفس الكلام اللي كتبته. اسمعوني بقى كده كويس وركزوا في الكلمه اللي هقولها. قبل ما اقول اي حاجه الجلوكو نيوجينيسيس بتحصل فين؟ في الليفر وفي الكدني. نيفر انها تحصل لا في المصل ولا في الاديبوس تشو. مظبوط؟ بيقول يا دكتور لو انا صايم العضل المسلز يعمل ايه؟ قال المسلز محتاج طاقه، محتاج جلوكوز، هجيبها منين؟ ما هو المسل او المسلز جواها جلايكوجين، هيعمل جلايكوجينوليز. وهنا تقف، تقف ليه؟ هو ايه علاقه ده يا اسماء بالبلاد جلوكوز؟ هي المسل بتطلع جلوكوز؟ لا، المسل بتطلع جلوكوز 6-فوسفين، تعمل فيه ايه؟ تدخله جلايكوليسز يتكسر ويطلع لي طاقه. هل المسل لما عملت جلايكوجينوليز طلعت جلوكوز للدم؟ لا. طب ايه علاقه ده بالموضوع؟ قلنا يا جماعه المره اللي فاتت دلوقتي ادي المصر بتاعتي محتاجه طاقه محتاجه جلوكوز. افترض معايا ان مفيش جلايكوجينوليز موجوده في المصر،
هجيب الجلوكوز منين؟ هجيب الجلوكوز من الدم. يبقى انا كده عملت ايه في الجلوكوز اللي موجود في الدم؟ قللته. يبقى وجود الجلايكوجين في المصل خلى المصل ما تاخدش جلوكوز من الدم، وبالتالي الجلوكوز اللي في الدم هيفضل زي ما هو. وصلت؟ ما يهمنيش ما يهمنيش. بصوا معايا كده، في المصل رقم واحد هعمل جلايكوجينوليسيس. اصل الجلايكوجينوليسيس كان بيحصل في مكانين، في الليفر وفي المصل. ماشي. رقم اتنين قال لي انا صايم هعمل جلوكونيوجينيسيس. حد مضطرد ازاي اعمل جلوكونيوجينيسيس في المصل؟ هو مش قصده كده، هو مش قصده كده. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي مش المصل لو انت صايم ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي بتاخد الجلوكوز اللي موجود تكسره يديك بايروبيك اسيد، وبعد كده بيتحول للاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده يروح فين؟ قال لي يخرج من المصل يروح على الدم، ومن الدم يوصل للليفر. الليفر يعمل فيه ايه؟ يحوله الى بايروفيت، وبعد كده جلوكوز يرجع للمصل تاني. انا كده عملت ايه في الجلوكونيوجينيسيس؟ انا زودتها. بس المصل عملت كده؟ لا، امال اللي عمل كده مين؟ الليفر. بس المصل زودت مين؟ السبستريت اللي هيزود الجلوكونيوجينيسيس. نفس الكلام بالنسبه للالانين. هي هتزود الالانين، هيروح للليفر بيتحول الى جلوكوز اللي هو التو سايكلز. هو يا جماعه في الفاستنج، في الفاستنج بتبقى الدنيا كلها مضروبه، مش بس ان انت مش قادر. يعني انا في الفاستنج بقدر اعمل اكسرسايز؟ ما بقدرش. بيبقى عندي الاكسجين ناقص، مش بس ان انا عندي الجلوكوز نفسه ناقص، بيبقى عندي الاكسجين. ده عموما هو بيتكلم هنا في السيفير ماسكولار اكسرسايز، اللي هو انا عندي الاكسجين اصلا مش موجود، وبالتالي هضطر احول البايروبيت للاكتيت، وبالتالي اللاكتيت هيروح لمين؟ هيروح للليفر. هو يا جماعه لما بيتكلم في المصل على الجلوكونيوجينيسيس بيتكلم على البولي سايكل والالانين جلوكوز سايكل اللي احنا خدناها في الجلوكونيوجينيسيس قبل كده. خلاص؟ مش بيتكلم ان المصل نفسها هي اللي بتاخد الجلوكوز او بتاخد البايروبيك وتكون جلوكوز. لا، هي بتطلع السبستريت يروح للليفر. لما هي الليفر السبستريت كتير يقوم يشغل الجلوكونيوجينيسيس. خلاص؟ نفس الكلام بتاع الليفر قلناه هنا اهو، جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس. مع الاختلاف البسيط ان الليفر هو اللي كان بيعمل جلوكونيوجينيسيس، لكن المصل بتطلع السبستريت اللي بيعمل جلوكونيوجينيسيس. مين مش فاهم؟ في الفد لو انا واكل المصل بتعمل ايه؟ يعني المصل مش محتاجه جلايكوجين، انا هتاخد الجلوكوز وتعمل منه جلايكوجين، يعني هعمل جلايكوجينيسيس. هل هعمل لايبوليس؟ هعمل لايبوجينيسيس؟ هل يا جماعه المصل بتخزن جواه دهون؟ لا، ما بتخزنش جواه دهون. كده خلصت المصل. يبقى يا جماعه الاثنين زي بعض بالظبط، جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس. في الفت لو انا واكل هعمل في الحالتين جلايكوجينيسيس، في الليفر بزود الليفر، لكن هنا مفيش ليفر. برضو اللي مذاكر الكلام ده بالنسبه له كلام قديم. طب رقم ثلاثه في الاورجنز، عشان نخلص بقى الحته اللي مالهاش لازمه دي. رقم ثلاثه في الاورجنز قال لي الاديبوز تيشو. ايه علاقه الاديبوز تيشو بالجلوكوز؟ ايه علاقه الاديبوز تيشو بالجلوكوز؟ كله بقى يركز معايا واسمع الجمله دي. بيقول لي مبدئيا الاديبوز تيشو لو انت صايم، لو انت صايم عندك جلوكوز في الدم؟ لا. ده يا جماعه واحد عايز يخس بيعمل ايه؟ ما بياكلش كربوهيدرات كتير، بيقلل الاكل، وفي نفس الوقت بيعمل اكسرسايز. عشان خاطر ايه؟ باجي على الليبت اكسرها، اعمل لايبوليسيس. ما انا مش لاقي جلوكوز في دمي، اعمل ايه؟ اعمل شيفت على الكربوهيدرات، على الليبت. خد الليبت كسره لايبوليسيس، يطلع لك حاجتين. مين ومين؟ فاتي اسيد وجليسترول. خد الجليسترول وصنع منه جلوكوز. يبقى انا عملت لايبوليسيس ليه؟ عشان خاطر اعمل جلوكونيوجينيسيس. افترض بقى العكس، واحد واكل كتير وعنده جلوكوز كتير، خدت منه الجلوكوز اللي انا عايزه، كسرته وطلعت طاقه، اللي فاضل اخده واحوله الى ليبيد، يعني لايبوجينيسيس. يبقى من الاخر يا جماعه الاديبوز تيشو كلمتين، لايبوليسيس ولايبوجينيسيس، على حسب بقى انت صايم ولا انت فاضي. ماشي؟ انا همسح الكلام ده وهقول حاجه، الحاجه دي هسال فيها بعد كده 100 مره. بتقول لي ايه؟ دلوقتي احنا ان شاء الله هنخلص الكربوهيدرات وهندخل على الليبيد. كنا خدت الكربوهيدرات وداخل على الليبيد، لازم تعرف ايه حلقه الوصل ما بين الكربوهيدرات والليبيد. بمعنى انت عندك جلوكوز، ازاي من الجلوكوز ده اقدر ادخل في شابتر الليبيد، وازاي العكس. حاجه تانية غير دي كمان، النهارده لما اقول لك في اي وقت عندك جلوكوز، عندك فركتوز، عندك اي حاجه في الكربوهيدرات تدخل بيها على الليبيد، الطريقه اهو ازاي. لازم اكون الجليسترول. الجليسترول هو المفتاح. ازاي؟
هجيب الجلوكوز، هجيب الجلوكوز. خلينا نبداها بالعكس عشان توضح لك اكتر، عشان تبقى سهل. عندك جليسرول، هعمل فيه ايه؟ طريقة خدناها قبل كده في الجلوكوليوجينيسيس. هجيب الجليسرول عن طريق انزيم اسمه الجليسترول كاينيز، بيتحول الى جليسترول فري فوسفيت. والجليسترول فري فوسفيت بانزيم اسمه دي هيدروجينيز هيتحول لحاجه اسمها الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. وصلت لده؟ خلاص ما هيخلصت كده. ليه؟ لو انت عندك جليسترول هات منه داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، اعرف اجيب من ده جلوكوز؟ اه، خد 2 جليسترول يديك 2 جليسترول فري فوسفيت، هيديك 2 داي هيدروكسي اسيتون. خد منهم واحد حوله لجليسترالدهايد فري فوسفيت، يتحدوا مع بعض يديك الفركتوز 1.6، وفركتوز 1.6 اعرف اجيب منه جلوكوز؟ فوسفاتيز يديك فركتوز 6، فركتوز 6 بنزيم اسمه الايزوميريز، جلوكوز 6 وبعد كده جلوكوز. طب لو انا معايا جلوكوز، وانا معايا جلوكوز وعايز اجيب الليبت، اعمل ايه؟ هات الجلوكوز كسره، جلوكوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 1.6 يتكسر لمادتين، واحده اسمها الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. من الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اعرف اجيب جلوكوز. يبقى يا جماعه النهارده انا محتاج الخطوه دي تتحفظ، تتحفظ صم عشان خاطر الليبل. ازاي اقدر اوصل ما بين الاثنين؟ عن طريق الخطوات اللي قدامك دي. ازاي؟ انت عندك المركب ده الداي هيدروكسي اسيتون هيوصلك للجليسترول وهيوصلك للجلوكوز. للجلوكوز انت عارف الطريق، طب والجليسترول؟ ما هو تعمل له ريدكشن، كل اللي محتاجه اعمل ريدكشن، هيديك الجليسترول 3 فوسفيت وخلاص الموضوع خلص. يبقى لما اجي اقول لك، لما اجي اقول لك ان الاديبوز تشو، امسح بعد كده، الاديبوز تشو ديورنج الفاست هيعمل ايه؟ الدهون ديورنج الفاست هتتكسر وهتتصنع، هتتكسر تديك جليسترول. ازاي من الجليسترول اجيب جلوكوز؟ قال لي جليسترول يديني جليسترول فري فوسفيت، وبيديها هيدروجينيز داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ومن ده يديني جلوكوز. طب لو العكس، لو انا واكل يعني عندي جلوكوز، هكسر الجلوكوز لحد ما اوصل للداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وبعدين ارجع الخطوات دي تاني. خلاص حلقه الوصل دي ما تتنسيش، ما تتنسيش كده يا جماعه. تقريبا هو فاضي الاورجان الرابع هو الكدني، بس الكدني بقى ده بدايه الكلام المهم. انسى اللي فات كله، انسى الكلام الفاضي اللي فات ده كله، خلينا نشوف بقى. اسمعوني بقى، اسمعوني اسمعوني من هنا وجاي. خلاص يبقى بيفتح الشباك، ما بيعملش حاجه من هنا وجاي. ايه؟ ما عندك ريفرسبل، هو في عندك ريفرسبل، سيبه 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 خليه، ده موضوع تاني ماشي. بس استناني اقول لك بعد الحصه. اسمعوني بقى، اسمعوني من دلوقتي وجاي. البايو خلصت، مونيكا مونيكا خلاص من هنا وجاي. البايو خلصت، اللي جاي امراض. يعني ايه امراض؟ يعني حاجه هتستفيدي منها يا داليا، هتستفيدوا منها انتوا كدكتور. ما ينفعش يبقى في كلمه من اللي جاي مش فاهمها، لازم كل كلمه تكون فاهمها. مرض، ده مرض دايابيتس، ده السكر. ما فيش بيت في مصر ما فيهوش سكر. ثلاث امراض موجودين في كل بيت في مصر، سكر وضغط وكبد. الثلاثه دول ما فيش بيت ما فيهوش واحد من الثلاثه دول، لو ما كانش الثلاثه موجودين. طبيعي طبيعي. اسمعوني بقى، اسمعوني اسمعوني. انا مامتي عندها الضغط والسكر، بابايا عنده الضغط، لازم ما في حد في البيت عنده يا واحد يا الاثنين. خلاص السكر، السكر يا جماعه خلاص خلاص خلاص. بيقول لي اسمعني كده كويس دلوقتي، الجلوكوز، الجلوكوز الموجود في دمي طبيعي. ربنا لما خلق الجلوكوز خلق له رقم النورمال بتاعنا اللي هو الانسان الطبيعي اللي هو احنا. انت سواء كنت صايم كنت فاطر، الجلوكوز بتاعك له رقم، لا ينفع يقل عن كده ولا يزيد عن كده. لو انا صايم 70 اقل حاجه، واكتر حاجه 110، ما يزيدش ما يقلش. فاطر لحد 140 ما يزيدش عن كده، وطبعا ما يقلش عن 70، من 80 ل 140. وطبعا في ناس كتير بتقول ارقام ثانيه غير كده. الراندوم اقل من 200، سيبك من الراندوم. دلوقتي يا جماعه ايه اللي بيحافظ على الجلوكوز طبيعي في الدم؟ اللي احنا قلنا عليه بلاد جلوكوز هوميوستاسيس. كل ده كلام كتير، انا عايز الكلام المفيد. انت عندك انسولين، الانسولين بيقلل الجلوكوز في الدم. الناحيه الثانيه عندك الليفر بيكسر الجلايكوجين وبيعمل جلوكونيوجينيسيس. حلوين كده؟ هما دول اهم اثنين. اي ديفكت في حد من الاثنين دول هيحصل لك مرض، يا اما هيزيد هايبر جلايسيميا يا اما هيقل الجلوكوز هايبوجلايسيميا. ماشي؟ دلوقتي الكليه،
بتعمل ايه؟ وظيفه الكدني هو يا جماعه الكدني مش كان ليها دور في الجلوكونيوجينيسيس؟ كان بتعمل جلوكونيوجينيسيس كدني والليفر. بيقول الدكتور النهارده ان هي ليها دور في الجلايكوجين ميتابوليزم. طب ايه هو الدور؟ ما قالوش. قال لك ان هي تيك بارت ان الجلايكوجين ميتابوليزم. خلاص عديها. بصي بقى المهم، خدنا في ثانويه عامه موضوع كان اسمه النفرون. فاكرين النفرون؟ خدناه برضو في الفسيولوجي اعتقد، هيستولوجي. طيب كان النفرون بيتكون من ايه؟ خلاص مش كل كلمه نقعد نرد عليها. خدنا ان هنا بيدخل شريان اسمه الافرنت وبيخرج افرنت، وكان بيدخل يعمل حاجه كده هنا. المهم دي اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وده اسمه اللوب اوف هامر، وده اسمه ديستال كونفوليوتد تيبيول، ودي كولكتيف تيبيول. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعه دلوقتي ده كده الشريان اللي داخل، وزي ما انا رسمه كده الشريان ده بيبقى فازو دايركتد، بيبقى واسع. الشريان ده بيبقى ضيق فازو كونستريكتد. تخيل بقى معايا كده ايه اللي بيحصل دلوقتي. الدم بيضخ او القلب بيضخ الدم، بيزق الدم ببريشر معين، بضغط دم معين، هو بيزق من هنا. الشريان ده واسع، ففي واحد بيزق جامد. في نفس الوقت المفروض الدم بيخرج من هنا، بس ده ضيق. الدم قدامه طريق منين؟ ان هو يدخل في الليله دي، في الجلوميرولاي دي. دي عامله زي المصفى يا جماعه، دي تعتبر بالنسبه للدم مصفى. يعني ايه مصفى؟ يعني الحاجات الصغيره هتعدي والحاجات الكبيره مش هتعدي. دلوقتي عمر انا بعمل ايه؟ انا بزق الدم جامد من هنا، وبالتالي بيعدي على المصفى، بيضطر يعدي على المصفى دي، فبيخرج الحاجات الصغيره. يعني ايه حاجات صغيره؟ يعني الجلوكوز، يعني الامينو اسيد، يعني الصوديوم، يعني البوتاسيوم، يعني الهيدروجين، اي حاجه صغيره تعدي. طب الحاجات الكبيره تعرف تعدي من المصفى؟ لا، يبقى لازم ترجع تاني فين؟ في الدم. هي مين الحاجات الكبيره؟ هما حاجتين، السيلز اللي هي الار بي سيز والوال بي سيز والبلاتلت زائد بروتينز. دول بيرجعوا، عشان كده الدم البول عمره ما كان لونه احمر. ليه؟ عشان الار بي سيز ما ينفعش تنزل كبيره، البروتين ما ينزلش، لو نزل يبقى في مرض. بيقول لي بقى، بيقول لي طب دلوقتي يا دكتور انت خدت الجلوكوز اللي هو ماده مهمه بالنسبه لي، خدت الامينو اسيد اللي هو ماده مهمه بالنسبه لي، ناس مشيتها هنا كده في النفر. طب اخر النفر فين؟ ما هيمشي كده 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 كده، هينزل في الاخر فين؟ في اليورين، في الشارع. يبقى الجلوكوز اللي انت اكلته، الامينو اسيد اللي هو البروتين اللحمه اللي احنا رحنا اشتريناها وكلناها، هتنزل في اليورين. يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ طبعا ده ما بيحصلش. ليه؟ ربنا لما خلق الكدني خلق حاجه اسمها ري ابزوربتيف انزيم، يعني انزيمات بتعيد امتصاص الحاجه اللي انا عايزها. انت محتاج جلوكوز، بص محتاج جلوكوز قد ايه؟ في 300 جلوكوز نازلين في اليورين، محتاج منهم كام؟ محتاج 20، خد 20. محتاج 300، خد ال 300، على حسب انت عايز قد ايه. ماشي؟ خلاص؟ تخيل بقى معايا كده ان انا بقول لك ان انا عندي 180 انزيم، كل انزيم بيقدر يرجع جلوكوز واحد بس. عندي 180 انزيم، كل انزيم يرجع جلوكوز واحد للدم بتاعي بحيث يمنع خروجه فين؟ في اليورين. دلوقتي افترضت بقى ان انا صايم وعندي الجلوكوز بتاعي 70 ل 110، يعني هنا كده في 110 جلوكوز، عندي كام انزيم؟ 180، هرجع كام جلوكوز في الدم؟ ال 110. وال 180 انزيم كل واحد منهم هيرجع جلوكوز واحد، يعني في 110 انزيم هيشتغلوا والباقيين فاضيين. طب لا انا واكل، يعني 140 هرجع كام جلوكوز؟ 100. في حاجه هتنزل في اليورين؟ لا. افترض بقى معايا دلوقتي ان انا الجلوكوز بتاعي كان 400، الجلوكوز بتاعي السكر بتاعي في الدم 400، هرجع منهم كام؟ 180، والباقيين هينزلوا في اليورين. هو 400 ده طبيعي؟ لا. يبقى انا كانسان طبيعي هل المفروض الاقي جلوكوز في اليورين؟ لا. ليه؟ عشان خاطر الري ابزوربتيف انزايم. طبعا الري ابزوربتيف انزايم مش عددهم 180، احنا بنقيسهم بواحده اسمها او تمييز اسمه ملي جرام بير ديسيليتر. ده اللي انا عمال اتكلم فيه دوت، اللي هو كميه الانزيمات اللي بتعمل ري ابزوربشن، بسميها حاجه اسمها الرينال ثريشولد. خدنا في الفسيولوجي السنه اللي فاتت حاجه اسمها ثريشولد والسوبرا ستيمولس والساب ستيمولس. ايه الكلام ده؟ بيقول لي يعني ايه رينال
فريشمان. قال لي يا دكتور، قال لي هو عباره عن الماكسيمم كاباسيتي. يعني ايه ماكسيمم كاباسيتي؟ ماكسيمم كاباسيتي يعني القدره العظمى، ماكسيمم كاباسيتي اوف الكيدني تو ري ابزورب الجلوكوز، يعني القدره العظمى اللي هي 180 قدره الكيدني النهائيه ان هي تعمل ري ابزورب للجلوكوز. بمعنى لو زاد عن الرقم ده هيبدا ينزل فين؟ هينزل في اليوريا. ففي ناس تانية قالت لك لا، بص الديفينيشن بطريقه احسن، قالت لك لو ده كده المقياس بتاع الجلوكوز بتاعي 10 20 30 40 50 180، الجلوكوز لو كان في المقياس ده او في الحته دي هينزل في اليورين؟ لا، لو زاد عن ده يبدا ينزل في اليورين. فقال لي هو عباره عن الابر ليميت. يعني ايه ابر ليميت؟ الحد الاعلى للجلوكوز اللي لو الجلوكوز زاد عنه يبدا ينزل فين؟ في اليورين. ديفينيشن الكلمتين اهم، ماكسيمم كاباسيتي اوف ذا كيدني تو ري ابزورب الجلوكوز. خلاص الرينال فريشن بيساوي كام؟ 180 ملي جرام بير ديسيليتر. يبقى انا بالطريقه دي عملت ريجوليشن للبلاد جلوكوز ولا ما عملتش؟ هو يا دكتور دلوقتي افترض ما عندكش الكيدني، ما عندكش الري ابزوربتيف انزايم دي، يعني ما عندكش حاجه اسمها رينال فريشن، يبقى الجلوكوز اللي هيروح على الكيدني هيروح فين؟ هينزل في اليورين. يبقى انا كده قلبت الجلوكوز في الدم ولا لا؟ انما الري ابزوربتيف بيعملوا ايه؟ في جلوكوز رايح لليورين؟ لا هاته انا محتاجه، زوده في الدم وبالتالي امنع الهايبوجلايسيميا. سبيسيفيك اورجانز، اربع اورجانز، الاولاني ليفر كلمتين، والمصل زي الليفر بالظبط. ادي بوست تشو لايبوليسيس لايبوجينيسيس، اربعه كيدني، اهم حاجه في الكيدني الرينال ثريشولد. انا قلت الرينال ثريشولد بالتفصيل ده عشان خاطر الدايابيتس. اسمع مني بقى اللي جاي كده ده خلص، خلاص الكلام الفاضي ده خلص. ادخل على الموضوع المهم دلوقتي يا جماعه. عندي مرضين، واحد اسمه هايبو جلايسيميا، واحد اسمه هايبر جلايسيميا. كله بقى يركز، كله يركز، كلام مش علمي، كلام دكتور هنكتبه في الامتحان وهنستفيد منه بعد كده، فركز فيه. يعني ايه يا جماعه هايبو جلايسيميا ويعني ايه هايبر جلايسيميا؟ هايبو جلايسيميا ما ينفعش تقول لي نقص الجلوكوز في الدم، وما ينفعش تقول لي زياده الجلوكوز في الدم. طب انا الجلوكوز بتاعي 70 ومنها الجلوكوز عندها 80، ما انا كده اقل من المرن. هل انا كده عندي هايبوجلايسيميا؟ لا، لازم اقول نقص الجلوكوز في الدم اقل من كام او زيادته اكتر من كام. فقال لي الهايبوجلايسيميا نقص الجلوكوز في الدم اقل من 40 ملي جرام بير ديسيليتر. في ناس بتقول 45، ما فرقتش كتير، يعني هي ارقام في الاول وفي الاخر، المهم ما ينفعش يقل عن الرقم ده. طب الهايبرجلايسيميا هيزيد البلد جلوكوز اكتر من كام؟ قال لي اكتر من 200 ملي جرام بير ديسيليتر. كده هنتكلم في الموضوع ده بكره ان شاء الله بالتفصيل. الحصه اللي جايه الدايابيتس اكتر من كام؟ هو على حسب يا جماعه التيست اللي انا عامله، هو صايم ولا فاطر ولا عشوائي؟ لو صايم اكتر من 126، لو عشوائي اكتر من 200، او حتى لو كان واكل. لو كان اكتر من الرقمين دول يبقى الراجل ده عنده هايبرجلايسيميا. سيب الموضوع ده لوحده دلوقتي، خلينا في الهايبوجلايسيميا. طب يعني ايه هايبوجلايسيميا؟ هايبوجلايسيميا نقص جلوكوز في الدم اقل من 40 ملي جرام او اقل من 45 ملي جرام بير ديسيليتر. السؤال دلوقتي مين اخطر، الهايبوجلايسيميا ولا الهايبرجلايسيميا؟ الهايبوجلايسيميا. ليه؟ برين محتاج جلوكوز، مفيش جلوكوز، البرين هيدخل في كوما، يعني هيقف، وبالتالي العيان ده بيغمى عليه. قلنا قبل كده لو في عيان جالك، او سمعتوا اكيد المعلومه دي، لو في عيان جالك عنده هايبوجلايسيميا او هايبرجلايسيميا، وانت واقف في المستشفى جالك واحد مغمى عليه، الراجل ده عنده سكر، اعالجه ازاي؟ اديله سكر ولا اديله انسولين؟ سكر. مش عارف هو هايبو ولا هايبر، اعالجه ازاي ان هو هايبر؟ ليه؟ دلوقتي يا جماعه افترض معايا ان العيان ده هايبر، وانت عرفت ان هو هايبر، ايه اللي هيحصل؟ هو كان السكر بتاعه 600، وانت جبت كوبايه ميه وقلبتها، كوبايه ميه بسكر واديتها له. كان 600، بقى كام؟ بقى 650، فرقت؟ ما فرقتش. انما العيان ده جالك انت متوقع ان هو هايبوجلايسيميا، متوقع ان هو هايبر جلايسيميا، وهو اصلا عنده نقص في الجلوكوز، فعملت ايه؟ اديته انسولين. الانسولين هيعمل ايه في الجلوكوز؟ كان 40، انت خليته زيرو، مات. فانت بتعالج العيان
على اساس ان هو ايه هايبوجلايسيميا، لحد بقى ما تعمل ايه اختباراتك وتشوف الجلوكوز ناقص ولا زايد ولا ايه الدنيا. الهايبوجلايسيميا ليها اسباب كتير، بس قبل ما اقول اسباب انا عايز اقول الاعراض. الاعراض دي اسمعوا كده، اسمعوا الاعراض دي من النهارده لحد ما تخلصوا الكليه. اعراض الهايبوجلايسيميا جمله كده او كلمه بالعربي اسمها تستاهل. تستاهل انت جالك هايبوجلايسيميا ليه؟ عشان ما اكلتش. ايه تستاهل دي؟ كل كلمه او كل حرف من الكلمه دي كلينيكال بيكتشر، يعني حرف الت او التي تريمورز. اكيد يا جماعه حد فينا حس بالموضوع ده قبل كده. تريمورز يعني ايه؟ يعني رعشه. اكيد في حد فينا قبل كده جه الصبح من البيت من غير ما يفطر وفضل في الكليه لحد الساعه 5 بالليل وراح من غير ما ياكل اي حاجه خالص، وهو راجع تحس ان ايده بتتعش كده. لو مديت ايدك قدامك كده وعملت كده هتلاقي في رعشه في ايدك. تريمورز سببها الهايبوجلايسيميا. رقم 2 حرف السين ده سويتنج. على فكره يا جماعه دي اهم كلمه في الاعراض، كلمه السويتنج دي. ليه؟ الفرق يا جماعه بين الهايبوجلايسيميا والهايبرجلايسيميا في السويتنج. العيان اللي عنده هايبوجلايسيميا بتلاقيه بيحرق، تلاقيه جلده كله ميه حرقان. انما العيان اللي عنده هايبرجلايسيميا الدايابيتس زي ما في المره الجايه هتلاقي ان جلده دراي، مفيش ولا نقطه ميه على جلده. ليه؟ هنعرف المره الجايه ان شاء الله. دي اهم حاجه سويتنج. حرف التي الثاني تاكي كارديا. يعني ايه تاكي كارديا؟ زياده الهارت ريت. حرف الاي دوت انكزايتي. يعني ايه انكزايتي؟ هو يا جماعه احنا لما نكون صايمين، ايه اللي بيحصل؟ تبقى قاعد متضايق متنرفز، اي حد يكلمك بتعصب. ده معنى كلمه انكزايتي. حرف الاتش ده اسمه هانجر بين. يعني ايه هانجر بين؟ هانجر يعني جعان، والجوع ده بيعمل وجع في البطن، هانجر بين. طب حرف ال ده مفيش حاجه اسمها ال، بس هم حطوه عشان يكملوا الكلمه اللي فاتت. المهم اعرف دول، اعرف دول من سنه النهارده، من سنه ثانيه، من النهارده لحد ما تخلص الكليه بتاعتك، لحد ما تبقى دكتور بعد كده، دكتور دايابيتس او دكتور اندوكراين. ايه اعراض الهايبوجلايسيميا؟ تستاهل. مش كلمه اكتر من تستاهل. فكره يا جماعه من المصايب الكبيره اللي بتحصل للهايبوجلايسيميا ان العيان ده ممكن يدخل في كوما. كوما يعني دماغ بيقف. المشكله ان قبل الكوما ممكن يحصل كونفالجن، ودي مصيبه. ليه؟ هو كونفالجن يعني ايه؟ تشنجات. التشنجات دي محتاجه طاقه، محتاجه جلوكوز، هو اكشن كونتراكشن في المصر. تخيل بقى معايا دلوقتي العيان ده الجلوكوز بتاعه 30 وعمل كونفالجن، جاله كونفالجن، دخل في كونتراكشن، اخبار ال 30 جلوكوز راحوا فين؟ خلصوا. يدخل بعد الكونفالجن على طول في كوما، لو ما لحقتوش مات. ودي بتحصل، بس مش دايما في كونفالجن، بس في كونفالجن، في كونفالجن. تلاقي العيان قبل ما يدخل في كونفالجن بيدخل في حاجه اسمها الاورا. ايه الاورا دي؟ الاورا دي يا جماعه حاجه بتحصل قبل ما يجي له كونفالجن. انفولانتري موفمنت، تلاقيه بدا يحرك ايديه كده تكلمه ما يردش عليك، في حاجه غلط. في حاجه غلط، بدا يحرك ايديه، بيحرك دماغه بطريقه غريبه، بيقول كلام غريب. مديله بس دقيقه، لو ما لحقتوش دخل في كونفالجن. روتا في الاورا دي بتلحقه، اديله كوبايه ميه بسكر بس، خلص الموضوع. تمام كده؟ لو دخل في كونفالجن خلاص. لو دخل عيان في كونفالجن تعمل ايه؟ بتسيبه لحد ما ياخد من الكونفالجن. طبعا التشنجات انت اهم حاجه عندك لسان. حط له قلم او حط له علبه مناديل في بقه، بحيث ان هو لما يجي في بقه يقفل علبه المناديل مش على لسانه. عشان ما يقطعش لسانه. وابعد عنه اي حاجه عشان ما يتعورش، وسيبه لحد ما يخلص الكونفالجن. وقت ما يخلص الكونفالجن بسرعه اديله كوبايه ميه او كوبايه عصير لو كان فايق قدامك. مفيش يبقى لازم جلوكوز انترافينوس. على فكره يا جماعه الهايبوجلايسيميا دي من الحاجات اللي ممكن تشهرك كدكتور لو انت في الارياف. في الارياف يا جماعه دايما بتحصل كتير، يجي لك الراجل عنده السكر وفجاه كده جاله هايبوجلايسيميا فاغمى عليه، فتلاقي اهله جايبينه مفيش قدامه حاجه غير الصيدليه، داخلين بيك داخلين بيه عليك في الصيدليه، الدكتور ده عنده سكر واغمى عليه، انت بتعمل ايه؟ هايبوجلايسيميا. كده كده تقف صيدليه عشان تتعلم، في سنه رابعه او خمسه هتروح صيدليه وتقف صيدليه عشان تختار تعرف الادويه. هتتضرب. الفكره في ايه بقى؟ هو بيجي لك مغمى عليه، انت بتعمل ايه؟ ده سكر هايبوجلايسيميا، علق له محطوط جلوكوز، ما بياخدش دقيقتين العيان، انت بتحط الحقنه من هنا، يبدا الجلوكوز يدخل تلاقي العيان فاهم. يقول لك كده انت ساحر. يعني بص حصل كتير. عايز اقول لك لو هم عايزين يعملوا عمليه بيجوا لك. بيجيبوا تعبير. انت لسه في الكليه. الراجل ده بيقول لك ده كان بيموت وصحراء.
ترجع ورا شويه. بس خلاص 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 خلاص. دلوقتي ده كده كله كلام عملي، كلام دي واحد عنده هايبوغلاسيميا. ايه اسبابها؟ ايه اسباب الهايبوغلاسيميا؟ قال لك قدامك حاجه من اثنين، يا اما الهايبوغلاسيميا دي بتيجي العيان وهو مش واكل، وهو مش واكل، يا اما بتجيله بعد ما بياكل. خالد، يا اما تجيله وهو واكل، يا اما هو مش واكل. حد يقول يا دكتور طب ما هو طبيعي لو انا مش واكل يحصل لي هايبوغلاسيميا. لا، ما ينفعش. انت كانسان طبيعي اخرك 70 ل 110، لو قل عن 70 يبقى انت كده مش طبيعي. فاستنج هايبوغلاسيميا يعني وانا صايم الجلوكوز بتاعي قل عن 40. هو انا صايم الجلوكوز بتاعي قل عن 40؟ انا ما خدتش من امبارح. جلوكوزي كام؟ لو خدت عين الدم دلوقتي هتلاقيها 70. ما ينفعش تقل عن 70 لان انسان طبيعي. لو لقيتها اقل من 70 لا عندك مشكله. اسمعوني كويس، الهايبوغلاسيميا لما تكون فاستنج يعني مفيش اكل مفيش سبب، بتكون حاجه من ثلاثه. قبل حاجه من ثلاثه اسمه اورجان ديزيز، في مشكله في الاورجانز اللي هي علاقه بالانسولين والجلوكوز. هو مين الاورجانز اللي هي علاقه بالانسولين والجلوكوز؟ الانسولين بيطلع منين؟ من البنكرياس. والجلوكوز المفروض بيزيد من الليفر عشان خاطر الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيس. بص لي بقى كده وركز معايا. بنكرياس بيطلع انسولين، امتى الانسولين يعمل هايبوغلاسيميا؟ لو طلع بكميه اكبر من الكميه المطلوبه. كلنا خدنا يا جماعه مرض اسمه انسولينوما. يعني ايه كلمه اوما؟ اوما في اي مكان في اي كلمه في الطب يعني تيومر او كانسر. خلاص؟ في حاجه اسمها لايبوما، حاجه اسمها فايبروما، نيوروما، اي حاجه اخرها اوما تبقى في كانسر او في تيومر. يا ورم حبيبي يا خبيث على حسب بقى اسم الكلمه. المهم يعني ايه انسولينوما؟ يعني في ورم في الانسولين؟ لا، في ورم في البيتا سيل اللي بتطلع الانسولين. وبالتالي بيطلع انسولين كتير قوي. لما يطلع انسولين كتير ايه اللي يحصل؟ مرض اسمه او يحصل لي حاجه اسمها هايبوغلاسيميا. خلي بالك الانسولينوما دي من اكثر الامراض، كانوا زمان يقولنا في البطنه، لو ربنا خيرك او لو انت مخير في يوم من الايام ان انت لازم يجي لك ورم، لازم يجي لك تيومر، اختار واحد من التيومرز، تختار مين؟ قال لك اختار ده. اشمعنى الانسولينوما؟ قال لك اصل دوت كل مشكلته انه بيطلع انسولين. انا ممكن اتخلص موضوع زياده الانسولين دوت، خد شوكولاته في جيبك كلها وانت ماشي. بس هو بيقول كده ليه؟ بيقول لك اصل انا ممكن استخلص الانسولين ده من الدم. دلوقتي بيطلع انسولين كتير، او ماخد الانسولين دوت وتعبيه في ازاز وتبيعه. بقول لك كده، الانسولين كتير وكده كده في عيانين سكر كتير، فانت ممكن تاخد الانسولين وتبيعه للناس. طبعا كلام فاضي كده كده اي حد بيجيله انسولينوما لازم اعمل عمليه واشيل الجزء الايه؟ الورم اللي موجود في البنكرياس ده. عشان تفتكرها بس. رقم اثنين قال الليفر ديزيز. هو الليفر بيعمل ايه؟ بيطلع جلوكوز. بيقول لي بقى افترض معايا كده ان الليفر ده فيه كانسر. في كانسر، ايه اللي حصل في الليفر؟ الليفر باظ، كانسر ليفر. ماشي، قال لي لو واحد عنده جلايكوجين ستورج ديزيز. ايه اخبار الجلوكوز في الدم؟ انا دلوقتي صايم، صايم وعندي جلايكوجين ستورج ديزيز، مش عارف اكسر الجلايكوجين، ايه اخبار السكر في الدم؟ هيقل. هايبوغلاسيميا، مش هو ده نفس المعنى؟ قلت لك عندي ستارفيشن. ستارفيشن يعني ايه ستارفيشن؟ مجاعه. لو واحد في مجاعه ايه اخبار السكر في الدم؟ هايبوغلاسيميا، ستارفيشن، مجاعه. يبقى اذا عندي بنكرياس وليفر، كانسر في البنكرياس انسولينوم، كانسر في الليفر يعمل لي هايبوغلاسيميا. زي الاثنين اهم الاثنين زي بعض بالظبط، جلايكوجين ستورج ديزيز وستارفيشن. كلنا يا جماعه خدنا الموضوع اللي اسمه كلنا متهيألي يعني خدنا انا عندي حاجه اسمها الانسولين هرمون، حاجه اسمها الانتي انسولين هرمون. هما مين انتي انسولين؟ اول حاجه جلوكاجون، ثاني حاجه ادرينالين ونور ادرينالين، رقم ثلاثه ايروكسين، رقم اربعه كورتيزون، رقم خمسه الجروس هرمون والانتيرو بيتيوتري هرمون. مش خدنا دول؟ امتى اعمل هايبوغلاسيميا؟ قال لو حد من دول زاد هيعمل ايه في الانسولين؟ هيقلل الانسولين وبالتالي يعمل لي هنقول ايه؟ بيقول يا جماعه هايبوغلاسيميا، ايه سبب الهايبوغلاسيميا؟ بيقول لي بص رقم ثلاثه، رقم ثلاثه مين دي؟ مين دي؟ الكدني. هنا في سوبر رينال جلاند. بيقول لي افترض بقى انا دلوقتي في عيان السوبر رينال جلاند دي ضربت، ايه اللي هيحصل؟
السوبر هيما جلاند دي المضمه بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين، ودي الكورتكس بتطلع كورتيزون. انت دلوقتي ضربت الكورتيزون وضربت الادرينالين ونور ادرينالين، يعني دول قلبه. ايه اخبار الانسولين؟ يزيد يعمل لي هايبوغلايسيميا. يبقى يا جماعه اذا اسباب الهايبوغلايسيميا، لو انت فاستنج، لو انت مش واكل، ثلاث حاجات وكلهم اورجان ديزيز. ديزيز في البنكرياس كانسر اسمه الانسولينوم او تيومر اسمه الانسولينوم. ديزيز في الليفر كانسر في الليفر او ستارفيشن او جلايكوجينستروي ديزيز، او ديزيز في الادرينال جلاند لانه بيقل فيه الادرينالين والكورتيزول. طبعا هو بيقول لي لو حصل ديفكت في الكورتكس بتاعه الادرينال، ادرينال كورتكس، الادرينال كورتيكال هرمون زي بيقولوا كورتيكول، طبعا الادرينال جلاند كلها لو اضطربت هتعمل لها هايبوغلايسيميا عشان في ادرينالين ونور ادرينالين وفي كمان كورتيزول. عدي دول، ادخل بعد كده على مين؟ في حد عنده سؤال في الحته دي الاول؟ هايبوغلايسيميا، توقع سؤال جاي لك في الهايبوغلايسيميا في الامتحان. سؤال بيقول افترض بقى معايا كده في واحد كل وجاله هايبوغلايسيميا، يبقى سبب الهايبوغلايسيميا دلوقتي فين؟ الاكل، هو اللي عمل كده، الاكل اللي عمل هايبوغلايسيميا. فانا بسميه يا جماعه رياكتيف. يعني ايه رياكتيف؟ رياكتيف يعني جاي من رياكشن، يعني مش هو اللي عمل اكشن، ده هو بيعمل رد فعل لحاجه حصلت. بسميه اسم ثاني استيمولاتيف. يعني ايه استيمولاتيف؟ يعني جاي عن طريق استيمولاي او استيمولس، هو اللي عمل كده. المهم اسمها بوست براند. هما مين؟ برضو ثلاثه. ركزوا معايا كده، ركزوا معايا. رقم واحد قال لي دراجز ادويه وبويزنينج سموم. هل ممكن الدراجز الادويه والسموم تعمل لي هايبوغلايسيميا؟ اه. عيان سك، عيان سك تايب 1 او تايب 2؟ هو تايب 1 ايه مشكلته؟ ما عندوش انسولين. تايب 2 راح تبقى ياخده الحصه اللي جايه، عنده مشكله في الريسبتور. بس الانسولين طبيعي، اعالج الاولاني ازاي؟ اديله انسولين. اعالج الثاني ازاي؟ اعالج الريسبتور، السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور. دواء اسمه اورال هايبوغلايسيميك دراج. يعني اورال هايبوغلايسيميك؟ اورال بتاخد اورال يعني عن طريق البق. هايبوغلايسيميك بيقلل السكر في الدم. المهم افترض بقى دلوقتي عيان سكر، انت قلت له بتاكل قبل الغداء او قبل الفطار هتاخد حقنه الانسولين، هاخد اديها دكتور 30 وحده من الانسولين. العيان ده عمل ايه؟ قبل ما ياكل بدل ما ياخد 30 خد 60. هيحصل له ايه؟ هياكل ماشي، بس الانسولين دلوقتي بقى كتير، هيعمل ايه؟ هايبوغلايسيميا. فبقول لي رقم واحد ما تقولش انسولين، انسولين غلط، لازم تقول اوفر دوز من الانسولين. نفس الفكره لو قلت لك اوفر دوز من اورال هايبوغلايسيميك دروجز. واحد خد جرعه كبيره من اورال هايبوغلايسيميك دروجز، ايه اللي هيحصل؟ ما هو خد اورال هايبوغلايسيميك دروجز، الانسولين هيشتغل كتير يعمل لي هايبوغلايسيميا، وهنتكلم في الموضوع ده بعدين. يبقى كده اثنين دوايين، تو دروجز وتو بويزن. الدروجز اوفر دوز من الانسولين، اوفر دوز من اورال هايبوغلايسيميك دروجز. البويزنينج قال لي عندي نوعين من البويزن. الاولاني يا جماعه هو الفوسفين. فوسفوس. ايه علاقه الفوسفوس بالموضوع؟ ما اعرفش. خلاص؟ ايه علاقه الفوسفوس بالموضوع؟ ما اعرفش. فوسفوس وخلاص. تاني حاجه الكلوروفورم. ايه الكلوروفورم ده؟ سمعنا الكلوروفورم؟ مخدر. الحاجات دي يا جماعه الاثنين دول بيضربوا الليفر. بيضربوا الليفر فيعملوا هايبوغلايسيميا. رقم اثنين في البويزنينج الكحول. بس بقى الكيسه دي اسم الموضوع دوت موضوع من الموضوع ده منتشر بره قوي يا عمر. يقول لك ايه؟ يقول لك واحده في امريكا، واحده في اوروبا، واحده بالذات الواحده عندها سكر. ماشي يا جماعه ورا ورا، واحده عندها سكر ما بتاكلش، ما كانتش النهارده خلاص، وبالليل خرجت تسكر، راحت الديسكو. في الديسكو يقول اسمع بس كده، بتيجي ازاي؟ بيجي لك العيان ازاي؟ يقول لك ايه؟ راحت الديسكو، دخلت الديسكو بشويه ورقصت شويه، بعد ما رقصت شربت كوبايه خمر، اغمى عليها جابوها المستشفى. ايه اللي حصل؟ تاني اللي حصل؟ تاني المشكله واحده فيديو واحده كبيره عندها 50 سنه، واحده كبيره عندها 50 سنه. فيديو فيديو برضه عشان نخلص بس شويه. بقول لك واحده عندها سكر، راحت الديسكو، رقصت شويه، شربت كوبايه خمره، اغمى عليها. ليه بقى اغمى عليها؟ ليه؟ هو طبعا هي عندها سكر، اغمى عليها عشان هايبوغلايسيميا. ليه؟ اولا هي ما كلتش وجبه. ماشي، الجلايكوجين الموجود في الليفر بدا يتكسر وطلع جلوكوز. ماشي،
بعد شويه قابل تركز لما راست عملت اكشن كونتراكشن في المصر استهلك الجلوكوز اللي موجود. ماشي بقى الجلوكوز بتاعها قليل وصل ل 40 هايبوجلايسيميا ما سكتتش قامت خدت الكحول كمان شربت كوبايه خمره. لما شربت كوبايه الخمره الهايبوجلايسيميا بتاعتها نزلت في الارض لما كان 40 بقى 10 اغمى عليه. الالكحول عمل ايه؟ الالكحول يا جماعه بيمنع حدوث الجلوكونيوجينيسيس. ازاي؟ ازاي بقى؟ دي مشكله عشان مش لاقي مكان نكتب فيه. اسمعوني بقى الالكحول لما بيتكسر بيتكسر ازاي؟ قال الالكحول بيدخل جوه جسم العيان جوه جسم الانسان وبيتكسر بينزيد اسمه الالكحول دي هيدروجينيز. يعني ايه دي هيدروجينيز؟ هيشيل هيدروجين يوم يعمل ايه في الالكحول؟ لازم يدخل ناد بلس ويخرج ناد اتش بلس اتش. طبعا اللي بيخرج جماعه هنا حاجه اسمها الاسيتالدهايد. ايه الاسيتالدهايد ده؟ فاكرين دي ثانويه عامه فورمالدهايد واسيتالدهايد؟ فورمالدهايد كان عامل كده والاسيتالدهايد كان عامل كده. فورمالدهايد المهم الالكحول لما اتكسر اداني اسيتالدهايد بس عملت دي هيدروجينيز انزايم خدت الناد حاولت الناد اتش بلس اتش. ايه المشكله؟ المشكله يا جماعه كلها ان انا عندي المفروض الست دي نمسح بعدها وخلاص. المفروض ان الست دي كانت ما كانتش فالليفر اشتغل وكسر الجلايكوجين. لما راست خدت الجلوكوز اللي موجود من الجلايكوجين خلص الجلايكوجين الليفر يعمل ايه؟ يعمل جلوكو نيوجينيسيس. جلوكو نيوجينيسيس بتحصل ازاي؟ قال لي باخد البيروفيت احوله الى اوكسالو اسيتيل وبعدين فوسفوئين والبيروفيت وبعد كده جلوكوز. اللي حصل في الالكحول ان هو اتحول الى اسيتالدهايد. مش ما يهمنيش ده، اللي يهمني ده عندي ناد اتش بلس اتش بدا يتجمع في الجسم. يعمل ايه؟ قال لي يجي على الماده دي اللي اسمها البيروفيت ويحولها الى لاكتيت. هاخد الهيدروجين الموجود على الناد اتش بلس اتش، هاجي على الاوكسالو اسيتيت واحولها الى ماليت. انا كده عملت ايه؟ الناد اتش بلس اتش ده جه هنا حول البيروفيت لاكتيت، وجه هنا حول الاوكسالو اسيتيت الى ماليت. عشان اعمل جلوكو نيوجينيسيس محتاج الماليت ومحتاج اللاكتيت ولا محتاج ده وده؟ هجيبهم ازاي؟ قال المفروض عشان ده بيتحول لده لازم يكون عندك ناد بلس ناد فاضي. هل دلوقتي انا عندي اي ناد فاضي؟ لا. ليه؟ ما الالكحول خد كل الناد بلس اللي موجود حوله الى ناد اتش بلس اتش. ايه اخبار الجلوكو نيوجينيسيس؟ وقفت. ايه اخبار الجلوكوز في الدم؟ مفيش، هيغمى عليه. كل ده عايز اقول لك ان الالكحول بيزود الناد اتش بلس اتش وبالتالي يوقف الجلوكو نيوجينيسيس. ازاي؟ بيقول لك بيعمل شيفت. يعني ايه شيفت؟ شيفت اوي. يعني ايه شيفت اوي؟ يعني بيبعد الجلوكو نيو جينيتك سبستريت من الجلوكو نيو جينيتك باسوي. كلمتين الالكحول بيزود الناد اتش بلس اتش وبالتالي يوقف الجلوكو نيوجينيسيس. وعشان كده العيان ده بيغمى عليه او الست دي بيغمى عليه. خلاص؟ يبقى يا جماعه الهايبوجلايسيميا بوست براندين رقم واحد اتنين دراج واتنين بويز. الدراج اوفر دوز من انسولين اوفر دوز من الاورال هايبوجلايسيميك. التين بويزنج الفوسفرس والكلوروفورم مع بعض بيضربوا الليفر. ورقم اتنين الالكحول بيعمل ايه؟ بيزود الناد اتش بلس اتش وبالتالي يوقف الجلوكونيوجينيسيس. رقم اتنين حاجه انتوا عارفينها كلكم المفروض اللي ذاكر فيكم الفركتوز واحد فوسفيت. فركتوز واحد فوسفيت لما بيزيد في الدم بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن الجلايكوجين فوسفوريليز. يوم يعمل ايه في الجلايكوجينوليسيس؟ يوقف. دلوقتي يا جماعه يقول لك عيان كان بيرضى طبيعي ما حصلوش اي مرض وبعد كده وقت ما جيت فطم ادينا له شويه فركتوز شويه فروتس لما كلها جاله هايبوجلايسيميا. يبقى الهايبوجلايسيميا حصلت امتى؟ بعد ما خد الفركتوز بوست براندي. بيقول لي رقم اثنين حاجه اسمها الفركتوز او الهيريديتري فركتوز انتوليرانس. ده عيان عنده ديفكت في انزيم اسمه الدوليز بي فزاد الفركتوز واحد فوسفيت. اخر حاجه بقى بصوا لي كده ده عيان عنده مشكله في المعده عنده مشكله في الاستومك. افترض معايا كده ان هو جاله كانسر استومك. ادي المعده بتاعتها اهي ادي المعده
العيان ده جاله كانسر يعني. هعمل ايه؟ هسيب الكانسر يخلص على الجي اي تي ويموته ولا اشيل السمك؟ هل ينفع عيش من غير السمك؟ هل ينفع لو شلت دي عيش؟ يقول لي بوست جاستريكتومي. العيانين يا جماعه اللي بتشيل عنده السمك يا جماعه السمك بتعمل ايه؟ بتعمل ايه السمك؟ بتهدم بروتين عشان فيها البيبسين. طب الانتستين فيها بيبسين؟ لا بس فيها تريبسين والتريبسين هو البيبسين وحاجات تانية كتير، فعادي ممكن اشيل دي خالص كده واعيش بالانتستين. وصل الاسوفيجاس بتاعك على الانتستين وكمل عادي خالص. ماشي؟ المهم العيان ده شلت السمك بتاعته، ايه اللي بيحصل؟ يا جماعه المفروض انا لما اكل الاكل بينزل في المعده. بدا يتجمع في المعده. وبعدين المعده دي الطريق ده مقفول. بعمل ايه؟ بيبدا جزء جزء، جزء من الاكل اللي انا اكلته يعدي على مين؟ من هنا ينزل تحت، جزء بجزء. هضمت في المعده، بيبدا جزء بجزء ينزل من هنا يروح على الانتستين، وبالتالي في الانتستين بهضم جزء بجزء وبالتالي بعمل ابزوربشن للجلوكوز شويه بشويه. ايه فايده كده؟ التدريج اللي بيحصل ده ان انا عمال اعمل ابزوربشن لشويه جلوكوز بيخلي البنكرياس ياخد باله من كميه الجلوكوز اللي موجوده. يعني ايه؟ هو يا جماعه البنكرياس بيشتغل ازاي؟ بيبص على الجلوكوز اللي موجود في الدم. في جلوكوز كتير طلع انسولين كتير، في جلوكوز قليل طلع انسولين قليل على قد بالظبط. ليه؟ اصل هو عنده وقت يبص الجلوكوز قد ايه. دلوقتي العيان ده ايه مشكلته؟ شلت الاستومك خالص. الاكل بينزل منين؟ بيجي من المريء من الاسوفيجاس ينزل على الانتستين على طول. مرة واحدة بيتهضم في الانتستين، مرة واحدة بيحصل له ابسوربشن. فجأة كده كل الجلوكوز اللي انت اكلته اترمى في الدم. البنكرياس يعمل ايه؟ ما بيقدرش يقدر كمية الجلوكوز. كانوا بيقولوا لنا في البطنة ان البنكرياس بيتفاجئ بكمية الجلوكوز الموجودة. بيعمل ايه؟ بيقوم رامي انسولين كتير في الدم بحيث يكون على قد الموجود وزيادة، ما هو ما يعرفش الموجودة قد ايه. بيرمي انسولين كتير، فيعمل لي هايبوجلايسيميا. الكلام ده في أمريكا لك بيسموا الموضوع دوت حاجه اسمها الدامبنج سيندروم. يعني ايه دامبنج؟ الدامب يا جماعه معناها برمي. فكره ان انا عندي الناس اللي هم بتوع الزباله بتيجي عربيه الزباله تملى الزباله كلها، بعد كده تاخد الزباله دي تعمل لها دامبنج، بترميها في الميه في البحر، بترميها في اي مكان، ده اسمه دامبنج. بتاخد كله مره واحده وترميه، فهم مسمين المرض ده دامبنج سيندروم. يعني ايه دامبنج سيندروم؟ باخد الجلوكوز كله مره واحده ارميه في الدم. البنكرياس يوم بيطلع انسولين كتير يرميه في الدم، يحصل هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان زياده الابزوربشن بتاع الجلوكوز فجاه صادن ابزوربشن بيزود السكريشن اوف الانسولين ويعمل هايبوجلايسيميا. ايه تفسير الكلام ده؟ هم مش شايلينه تفسير، بس هم ده اللي بيحصل. يبقى يا جماعه من الاخر كده هايبوجلايسيميا يا اما فاستنج يا اما بوست برانديال. الفاستنج ثلاث حاجات، اورجان ديزيز، يا اما يكون مشكله في البنكرياس انسولينوما، مشكله في الليفر او مشكله في الادرينال جراند، يا اما يكون بوست برانديال، ده برضو ثلاث حاجات، يا اما يكون بعض الادويه والسموم، يا اما يكون فراكتوز واحد فوسفيت اكوميليشن، يا اما اخر حاجه بوست جاستريكتومي ديزيز. هايبر جلايسيميا يعني ايه هايبر جلايسيميا؟ زياده الجلوكوز في اكتر من، هي دي الكلمه، 200 او اكتر من 126. من الاسئله الغريبه اللي انتوا ما بتسالوهاش، انا مش فاهم يعني انتوا عارفين الاجابه ولا انتوا ايه ساكتين وخلاص. دلوقتي يا جماعه انت بتقول لي ان الجلوكوز طبيعي 70 ل 110. لو شخصت عيان لقيت عنده الجلوكوز بتاعه اكتر من 126 يبقى العيان ده ايه؟ عنده سكر 70 ل 110. لقيته 126 يبقى سكر. طب ده لقيت واحد السكر بتاعه يا امل 120 يبقى ظروفه ايه؟ طب ده عيان ولا مش عيان؟ ما هو مش عيان. طب ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. ده ايه؟ ده يا جماعه في النص. يعني انت نورمال لا بتديله دواء ولا بتقول له اعمل اي حاجه. العيان لازم ياخد دواء. طب اللي في النص ده ما ينفعش اسيبه زي النورمال وما ينفعش اديله دواء. امال بعمل له حاجه واحده بس، دايت كنترول، بظبط له الاكل بتاعه، بقول له خد بالك انت داخل على سكر، لازم تظبط الاكل. لو ما ظبطتش الاكل هيدخل على سكر، لو ظبطته ممكن ترجع نورمال تاني. بعمل له حاجه واحده بس، بعالجه لايف ستايل موديفيكيشن، بظبط دنيته حياته. هو ماشي ازاي؟ بدل ما بياكل صينيه بسبوسه ياكل حته بسبوسه. ده لازم يتظبط. وغالبا الناس دي كده بتدخل في ايه؟ في دايبتس. عندنا في مصر مفيش حاجه اسمها دايت كنترول، مفيش حاجه اسمها لايف ستايل، مفيش حد قلت له بطل سجاير وبطل، مستحيل. عشان يا رب لو هيجي له كانسر برضه ما بطلش. هو عارف كده. الهايبر جلايسيميا النهارده
بكره السنه جايه اللي بعديها بايو فيسيولوجي اناتومي اي موضوع جه قال لك ايه اسباب الهايبر جلايسيميا؟ ايه اسباب الهايبر جلايسيميا؟ بص لي كده خمس اسباب في اي مكان في اي مكان خمس اسباب ثلاثه دايابيتس واثنين دراج وديزيز مين الدايابيتس؟ قال لي واحد دايابيتس ده الاساس ده اكتر واحد في هايبر جلايسيميا دايابيتس ميليتس رقم اثنين قال لي حاجه اسمها ستريس دايابيتس يعني ايه ستريس دايابيتس؟ ده عيان طبيعي لما بيتعصب بيحس باعراض الدايابيتس لو جيت قست له السكر وهو متعصب هتلاقي ان السكر بتاعه عالي في الدم ده اسمه ستريس دايابيتس وده برضه من العيانين اللي هو مع مرور الوقت مره يتعصب في مره في الثانيه في الثالثه هيجي له دايابيتس مش هيروح تالت حاجه برونزد دايابيتس يعني ايه برونزد لون البرونزي يعني دايابيتس يعني سكر مين دول خدناهم قبل كده في الفسيولوجي برونزد جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر يا جماعه اللي فيكم شاف عبد جمال عبد الناصر المفروض كلنا شفناه لو دققت فيه جلده مش ابيض زينا كده مش ابيض هو مش اسود عشان هو صعيدي ولا هو عشان كان الشمس وكده لا هو عنده مرض اسمه برونزد دايابيتس المرض ده بيتميز بيه العيان ده يا امل انسى السكشن يا امل السكشن حاجه من خالص العيان ده بيتميز بيه العيان ده يا جماعه احنا كلنا قاعدين اهو طبيعيين انا النهارده كلت كيلو لحم لوحدي مش اللحمه دي كلها حديد همتص من الحديد ده كل الحديد اللي في اللحمه ولا هاخد اللي انا عايزه بس هاخد اللي انا عايزه تمتص 10% تاخد 10% طب انا عندي انيميا خلاص خد 20% ما انت عايز 20 خد 20 ليه بيحصل كده بيقول لي الحديد ما بيدخلش كله جوه الجسم عشان خاطر حاجه اسمها البلوكينج سيستم يعني ايه بلوكينج وقف في انا كلنا كده جوانا في الانتستين بلوكينج سيستم لما توصل ل 10% اللي انت محتاجهم وقف ونزل الحديد كله في اليورين او في الاستول العيان ده البلوكينج سيستم ده بايظ وبالتالي ايه اللي بيحصل بيمتص حديد كتير حديد كتير يمشي في الدم كتير يروح يترسب في اورجانز كتير اسمه برونزد اشمعنى برونزد اصله بيترسب في السكن يترسب في السكن فيدي السكن بتاعي اللون البرونزي اللون البني دي حاجه الحاجه الثانيه يترسب في البنكرياس فيبوظ البنكرياس يعمل لي دايابيتس رقم ثلاثة بيترسب في البرين وبيعمل لي مرض نفسي اسمه البارانويا يعني برانويا برانويا يعني جنون العظمه الناس اللي هي شايفه نفسها هتلر كده مثلا هو هتلر طبعا طبيعي لا احنا بنتكلم على جمال عبد الناصر كان في ناس الناس دي مش متكبرين عشان هو شايف نفسه هو متكبر عشان المرض خلاه يحصل كده الحديد اترسب جوه البرين في سنترز معينه فعمل المرض ده ايه التفسير وايه الموضوع وايه اللي خلى المرض العضوي يقلب بمرض نفسي مش موضوع الدراكس والديزيز ايه الامراض اللي ممكن تعمل لي هايبر جلايسيميا قال لي الامراض اللي هي بتزود الانتي انسولين هرمون يعني لو الثيروكسين زاد اسم المرض ايه ثايرو توكسيكوزيس زاد الثيروكسين في الدم لما يزيد الثيروكسين ايه اخبار الانسولين فيحصل هايبر جلايسيميا رقم 2 كوشينج سيندروم يعني ايه كوشينج زياده الكورتيزون ده برضو انتي انسولين لو زاد هيقل الانسولين يحصل هايبر جلايسيميا يبقى ديزيز زي الثايرو هايبر جلايسيميا والكوشينج سيندروم طب الادويه اسمع الدواء اسمه كورتيزون الدواء ده سمعت القدر بيقول اف انون جيف كورتيزون لو العيان بتاعك مش عارف ايه المرض اللي عنده اديله كورتيزون الماجيك دراج دواء سحري ولكن له كميه سايد افكت تخليك تخاف ان انت تديه لاي حد مصيبه الدواء ده مصيبه بيعالج اي مرض لكن بيعمل سايد افكت فظيع عشان كده يا جماعه يقول لك ايه خدته بتاع السايد افكت صح خدته العيان بيبقى عامل زي البافلو نيك والليبر انستكت المهم ده اسمه ايه هايبر جلايسيميا اسبابها ثلاثه دايابيتس ودراج وديزيز في اي مكان هايبر جلايسيميا اكتب تحتيها خمس حاجات يعني جلوكوزوريا يعني جلوكوزوريا زياده الاكسكريشن في الجلوكوز في اليورين ايه اسباب الجلوكوزوريا لو الجلوكوز زاد في الدم او الكيدني مايز الجلوكوز زاد في الدم يعني هايبر جلايسيميا ايه اسبابها 1 2 3 4 5 3 دايابيتس و2 دراج وديزيز هايبر جلايسيميا تنزل الجلوكوز في اليورين ده اسمه هايبر جلايسيميا جلوكوزوريا الحصه اللي جايه ان شاء الله
اقول يعني نورمو نورمو جلايسيميك جلوكوزوريا. السؤال بيقول قبل ما نمشي قبل ما نمشي قبل ما نمشي يعني ايه دايابيتس انسيبيدس؟ يعني ايه كلمه انسيبيدس؟ يعني كاذب. يعني ايه كاذب؟ يعني هو دايابيتس؟ لا مش دايابيتس. المشكله عندي في مين؟ الانتي دايوريتك هرمون، لكن هو مش دايابيتس، ما حطوش هنا. تعالى مذكره بسرعه اللي عايز يمشي.